أخبر أفادي سيدي سيد قوضة كيف فقط نعم. بشق مهم من سؤال سيدة زينب، هل الحركة الأمازيغية أو ثلة منها وقعت في فخ النظام كبعض الحركات الإسلامية؟ أي وشراني نشرح جوست مبلي هذا البربريست اللي يسمع الفئة هذه في الحركة الأمازيغية، الفئة متاع البربريست هادو هي وقعت في فخ كبير، وقعت بيان سور هي مع الحكم أي دار حزب على أساس سيدي صادق. هل دخل برنامج المطرب مهني في هذا في هذه القفة؟ مي بيان سور هو أكثر كيفاه نديرو حنا نقولو بالقبيلة نخدم نتا خمس دخانت نديرو دويرة داخل الدار، واش لوتونومي اللي نقدرو نديروها هنا؟ ما راناش حنا قضية أقلية، نو نو سون با مينوريتي، سي اون كيستيون تاع لا توتاليتي، حنا لا توتاليتي الشعب الشمال إفريقي وشعب أمازيغي. ما نحبش أنا كاع الناس يهضر بالأمازيغي، ما أنا نفتخر كي واحد يقول لي بالعربية يقولك أنا أمازيغي ونفتخر بالأمازيغية تاعي، يقولها لي بالعربية ما يقولها ليش بالأمازيغية. هذا هو المشكل، باش نروحو احنا ما نتخزروش بيناتنا كأعداء كالآخر، كي نتخزرو كأعداء نخزرو احناك على أساس طبقي، ما نخزروش على أساس لغوي ولا ديني. ها واش قلت من قبل، دونك الحركة البربرية هذه يعني التطرف، كاين تطرف من كل جهة، والناس اللي تقترح علينا يعني لوتونومي تاع الكابيني هذه سي انكور بير، وتجتمع مع يعني في لي زومباساد ديسرائيل ومع سي ساركوزي وجماعتهم نقول لهم ارواحوا ما كيف دير، شكون اللي حقرك؟ ويحيى قبيلي، هاي خالد مسعودي قبيليه، ولا شكون عام ندير؟ هاي لي ديسلاميست هم في القبيل، واش هاي الفرق بين القبيلي والصطيفي والعنابي وما على باليش والشاوي والاخر؟ هذه هي دونك هما راهم يمدوا لوكازيون يعني للناس اللي تحب تفرق لي بور لا بالكانيزاسيون، واش داروا اليوغوسلافيا واش داروا الاخر، حبوا يديروها هنا للجزائر حدا الامبرياليه بيان سور. راهي شوف وين كان في ايرلندا وما ادراك ايرلندا تاع ايرلندا قسموها بين الكاثوليك والبروتستان وكل شيء، وين كان عرق يعني الصراع الديني صراع لغوي، الامبرياليه هي تهجم عليه وتستغل هذه والناس تمدلها لوكازيون باش جوستمون تفرق البلاد. هذا ما يقوله النظام سيدي صادق، حتى النظام الجزائري يقول ان وراء هذه الحركه اي يد خارجيه. كلما لا هو وراء هذا الشيء، هو اللي نظم في 94 لنظم مع الاسلامويين، هما اللي حرر الاسلامويين، هما اللي دار فرحات هذه في لافيون وين كانت الاسلامويين والاخر، وجاو لي جيجان فرونسي زعما يسلكونا ايتترا، هما اللي قبلوا تبادله. حتى الان الحكم الجزائري ما دام ماشي حكم ديمقراطي، ما دام ما اعترفش بالهويه تاعنا، ما دام ما خلاناش انا ما خلينيش نفرح بلا كوب دو موند ولا نفرح الاخر، باسكو انا كل مره يعاودني كل يوم يقول لك كل يوم الان الحكومه جايه تقول لك اليوم العربي للسكن، اليوم العربي للماعز، اليوم العربي للحديد والصلب، اليوم العربي للشرطه، وراه وانا اليوم تاعي وراه هذا هو الشيء. هذه السياسه نتاع الحكم هذا افيك ليديولوجيا عربو اسلاميك افيك لا بوليتيك الترا ليبرال، هذه اللي تقسم الشعب، هذه اللي تغلط الشعب، هذه اللي تمد لوكازيون لفرحات مهني ولعباس المدني وجماعتهم وكل التطرفات هذه باش يزيدوا يقسموا البلاد، وهما يديوا في الريع في لارونت نتاع البترول، هما بيناتهم بوتفليقه ولا يحيى ولا الاخر، ما كانش نتا شاوي ولا نتا قبايلي، ولا ياكلوا كاع مع بعض في لارونت هذه في الريع نتاع البترول، هما خاوه والشعب حبوا يقسموه. بيان سور لي جون دو دروات لي جون ديكستريم دروات كو سوا اسلاميست كو سوا بربريست كو سوا عربيست، ابو القاسم سعد الله ولا ما على باليش شكون هادو ثاني يدافعوا على اللغه العربيه في بلاد راهي العربيه، كل هادو الناس اللي تخدم مصالح نتاع الحكم ومصالح نتاع الامبرياليه ومصالح نتاع البرجوازيه. سيدي صادق السؤال الثاني لسيده زينب، ما هي السؤال الثاني حول يعني لي زيكستر نيسونس نسخ تاع الميلاد 12 اس، يا دي 12 نورمال اي لي 12 اس، لي 12 اس سي اس سيكوريزي سي فو فولي 12 سيكوريزي.
جو في بتاتر لي توني اي توني زميله ولا كل سيده زينب اللي عيطنا الان. نعم. بالك انا البلديه الوحيده اللي طبعت اللي خرجت لو ماكسيموم ديك سينيسونس بور مومون نو سوم اون افونس لاخر. لو بروبليم في هذه يا لا بيومتري يا لا بيومتري لا بيومتري اللي انديكي بار لو ام سي اللي انديكي بار الكابيتاليزم مونديال اتسيتيرا. مي nous sommes dans un système puisque nous avons accepté le vote. Nous avons accepté d'être dans la légalité algérienne, etc. Les gens doivent sortir avec un passeport biométrique, doivent avoir une carte d'identité biométrique. Il est quel chien pour faire ça? Nous sommes. Mais où est le farc بين 12 عادي و 12 S? 12 عادي سي ان اكستيرديسونس اللي يستخدم لي باغ اكزومبل الكازي جوديسيير سيرتيكا ناسيوناليتي ولا الخدمه ولا هذه نورمال ورقه طبيعيه. مي 12 اس استنى 12 اس نعم يستخرج فقط لي اون سول فوا دون لا في دو لا بيرسون اون سول فوا ان سول اكستيرديسونس 12 اس بور لا كارت ديدونتيتي اي بور لو باسبور لي بطاقه الهويه ولي جواز السفر فقط. دونك هذه سي تكنيك جو كونسيدير سي تكنيك. اذا كان الشعب رفضها رانا الاولين، مي الشعب يجي يطالبها. حنا في الاول قلنا لهم هذه سي باسكو سكي بلو غراف سني با سي اكسيرنيسونس سي لامبريمي كي فو رومبلير او نيفو دو لا دايره سو ني با او نيفو دو لا ميري لي يطلب لك تجيب الشاهد باللي انت هو انت هذا. وكاين حاجه اخرى يقول لك شكون اللي قرا معاك في الابتدائي. نعم. في الدور تعطي الاسماء نتاع الزملاء تاعك في الابتدائي في سيوان في الليسي في اليونيفرسيتي شكون الاستاذ تاعك شكون هذه شكون هذه سي فريمون تري بوليسي بيان سور سي اون ليميتاسيون سي لاتانت على لا ليبرتي دي بيرسون باسكو حنا نابلو بور لا سيركي لا ليبر سيركيلاسيون دي بيرسون با اونيكمون دي مارشانديز مي سا سي ان كومبات جلوبال. دونك اوجوردي الناس تجي ليا تقول لك تعلق لي لابيز تقول لك انا تمد لي ليكسترنيسونس نمد ليكسترنيسونس ونفهم الناس واش هي لي كونسيكونس تاع سيت اكسترنيسونس. دونك جو سوي بيت لو سول بير كي ا برودوي رانا اليوم كملنا لو 140 ولا 143 اكسترنيسونس كي سورتي دو لا ميري دو بارباش. والله أنا أتساءل سيدي الكريم كيف لرجل يعارض هذا النظام يمضي على ورقة تذهب ضد المبادئ تاعك سيدي صدر. ألا يمكن لرئيس بلدي أن يقول لا ما نقدرش نطلب من مواطن شكون كان صديقك في الابتدائي شكون كان يسكن معك في الثانوي شكون كان معك في الثكنة؟ نو هذه ماشي بصلاحي تاع هذه راهي في الدائره ماشي في البلديه. انا ما نقولوش هذه الاشياء واش في باسا واش هي ليكس نيسونس 12 اس كي فالا بولي لا كارت ديدونتيتي اي جواز سفر لو باسبور نمدلو هذه لو ريست راه مع الدائره مع النظام. يحب يعيط انا نكون الاول في القدام. انا راني يسمعوني نقول لهم كي يكون ميزان قوه واحنا اذا كان الناس واعيين يعرضوا هذا الشيء نروح معاهم وندير تظاهرات وتجمهورات معاهم ما كاش مشكل. اما التناقض هذا التناقض انا التناقض الاول انا ضد الانتخابات راني انسان منتخب من الان هو صراع حول لي زيسباس اجوردي بيسك لي رابور دو فورس اون بيرمي أصبح أكرود devenir maire. C'est الشعب اللي انتخب parce qu'il y a un espace démocratique que nous avons acquis. Et les islamistes auraient pu, parce qu'ils étaient majoritaires avec les rapports de force en 91, de prendre le pouvoir en Algérie. Et de, pourquoi pas, les camarades qui s'opposent à ce système ne prennent pas tous ces espaces-là. C'est une forme de lutte. Les élections, ce sont des formes de lutte. Nous, même si nous sommes pour la révolution, mais aujourd'hui, les élections, c'est un acquis démocratique. T'as le haraka, t'as 88, t'as 89, t'as le haraka amazirien, t'as le haraka chabia, fait zéro démocratie. Le camarade Chavez en Bolivie, en Venezuela, est aujourd'hui président de la République. Il remet en cause les intérêts du capitalisme, etc. Et il se baigne, il est en train de se baigner dans des contradictions. Moi, c'est un petit maire dans un petit coin qui s'appelle Barbacha.
انا نديرو سكو بو فار اي اون ساكروش با سي اوجوردي لي جون سون بري ا فير لا ريفوليسيون سو لو بو سو لو بروميي ا ديميسيوني ا ترا او ديفون دو لا سين بو لا ريفوليسيون سوسياليست اي ايتترا. جميل سيدي صادق. ديموكراتيك. سؤالي الاخير من فضلك، اشكرك على رحابتي.